السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الرحمن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة خاصة من برنامج موطني بعد انقطاع طبعا فترة كده، بس ما قدرتش أن يجي خلاص على الأبواب شهر رمضان المبارك وما طلعش بحلقة. السنة اللي فاتت في نفس الميعاد كان البرنامج شغال طبعا بحلقات كتيرة، حلقات طبعا مختلفة المجالات، مختلفة الأفكار والقضايا اللي كنت بقدمها. بس النهاردة حبيت أطلع لكم وأقول لكم طبعا بمناسبة شهر رمضان المبارك أنه خلاص على الأبواب، كل عام وأنتم بخير. حاجة لفتت انتباهي جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن هي اللي خلتني أطلع النهاردة وأتكلم. مقولة بسيطة لقيت كل الجروبات أو الأشخاص العاديين منزلينها في صورة بوست: أنت مسامح اللي ظلمك. طيب إحنا داخلين على شهر رمضان المبارك، عايزين طبعا يمكن شهر رمضان السنة دي غير شهر رمضان السنة اللي فاتت، طبعا مواكبة لجائحة الكورونا فقدنا ناس كتير عزاز على قلوبنا، فقدنا أحبة كتير جدا طبعا في المحنة اللي كلنا اتصابنا بيها. السنة دي عايزين نستقبل شهر رمضان المبارك بشكل تاني وشكل مختلف تماما. بس مقولة انت مسامح اللي ظلمك، طيب هو انتم مش واخدين بالكم ان الوقت ما عادش فيه ان احنا نفتكر الأسية؟ الوقت ما عادش مستحمل ان احنا نقول ده ظلمني وده جرحني وده كسرني وده أذاني. انا دلوقتي عايزة ارتب الكشكول بتاعي، استقبل شهر رمضان وانا محضرة كشكولي اللي هقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. هأول حاجة هحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه اداني العمر، إن بأمر الله مد في عمري لاستقبال شهر رمضان المبارك. تاني حاجة أو تاني بند أحطه في الكشكول هي قاعدة ثابتة: المحبة والتسامح. أسامح من غير ما افتكر الأذية. يا رب أنا مسامحة كل حد أذاني، كسرني، وجعني، قال كلمة في يوم من الأيام ثابت في نفسي ذرة أذية أو ذرة وجع. بعد كده أخش على المحبة، أحسن علاقتي بأقرب الناس ليا، أحسن علاقتي بزوجي، أحسن علاقتي بأمي، أحسن علاقتي بأبويا، أحسن علاقتي بإخواتي، أحاول أعيد هيكلة داخلي، الهيكلة الداخلية للإنسان ياريت نقدر نعيدها تاني. أبدأ أنظم أنا هعمل إيه، إزاي شهر رمضان السنة دي يبقى مختلف عن الأشهر اللي فاتت، إزاي أعمل خطة جديدة أتقرب بيها إلى الله. تعالوا معايا الناس اللي عايزة ربنا سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، دعوات كتير قوي كتير قوي بقالها سنين ولسه ما فقدوش الأمل عشان في يقين في الله. يلا بينا نرجع الدعوات دي تاني، يلا بينا نجيب ورقة وقلم ونكتب الدعوات من الأول تاني. يلا معاد استجابة الدعوات حان. اوعى تنسى في يوم من الأيام إن ربك قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم. يلا لازم تتأكدوا وتعرفوا إن خلاص باب السماء كده كده مفتوح، ولكن شهر الرحمات قام، شهر الرحمات والغفران والمحبة والطاعات وطبعا جمع الحسنات خلاص على الأبواب. يلا بينا نحضر كشكول كل واحد فينا، يلا بينا هتقدر تقوم ازاي بالصلوات وبالطاعات وبكل حاجة تقربك إلى الله. قلبك مشتاق، بتعاني من الحرمان، حاجات كتير نفسك إنها تحصل، في دعوة محيراك وبكت عينيك السنين اللي فاتت، حضرها وثق، ثق مليار المية ان ربك عز وجل مديك العمر ده ولسه مكمل في رسالتك عشان دعوتك دي هتستجاب، ان آجلا او عاجلا مكتوب لها الإجابة طالما اجراها على لسانك. سيدنا عمر رضي الله عنه كان ما بيهملش هم الدعاء، ما بيهملش هم الاستجابة، ولكن هو بيهمل هم من اجرى الدعوة على لسانه. طالما الدعوة جرت على لسانك فتأكد إن الله عز وجل هو اللي أجرها على لسانك عشان يعطيها لك. أنا أكتر واحدة يمكن شعرت كتير بالظلم أو تعرضت لمواقف كتير ظلم في حياتي، بس عمري
عمري ما فقدت إحساس الجبر، أنا منتظراه وثقة ويقين في إن الله سبحانه وتعالى زي ما ألهمني الصبر هيلهمني الجبر. ألهمني الصبر يا من قال لحبيبه ومصطفاه واصبر وما صبرك إلا بالله. كيف يعني؟ زي ما كانت ربعة بتقول كيف ينساني وأنا ما أنساه. دعواتكو جاهزة، أرواحكو مطمئنة مستكينة إنك في معية الله، إن قلبك بينبض لسه بإسم الله. مش هيسيبك، هيسيبك لمين؟ هو خلقك عشان يعطيك. يمكن المحنة طولت، كل واحد فينا له في حياته محنة شكل أو وجع شكل. عايزة شهر رمضان النهاردة أو جاي أقول في الحلقة الاستثنائية دي ما تفوتوش الفرصة دي في العزومات والتجهيز للأكل والشرب والزيارات والأقارب. يمكن السنة الجاية ما تبقاش موجود في رمضان. خلي بالك إن بجد شهر رمضان ده بتبقى الفرصة الوحيدة في حياة الإنسان، فرصة إن في كل يوم أوله رحمة ومغفرة وطاعة وتقرب من الله، وآخره عتق من النار. عافر زي ما أنت بتعافر في الدنيا، اللي بيعافر في شغله عشان يحصل على بوزيشن أحسن ومرتبة أحسن ودرجة علمية أحسن، تعال عافر في شهر رمضان. تعال عافر بخطى ثابتة بيقين في الله، مش هيسيبك هيكبرك. يلا اللي أذى حد بجد يا ريت يروح يقول له سامحني. ما تنسوش برضو ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لو ظالم حد قبل ما تقابل وجه الله قول له سامحني، انا اذيتك في يوم من الايام. لو هو سامحك في جزء من الظلم لازم يرد في الدنيا قبل الاخره. حاولوا تسامحوا بعض، واللي أذى حد يروح يقول له أنا أذيتك سامحني في يوم. يمكن الدنيا ضللته أو نزلت غشاوة على عينيه ما شافش قد إيه هو أذى حد. كمان بقى نبعد بس عن موضوع الأذية والتسامح، خلاص خلصناه وقلنا نجهز الكشكول لاستقبال شهر رمضان المبارك. تعالوا بقى لطاقة الحب. إزاي نفعل طاقة الحب؟ في كتير منا بيفقد صياغة الحب، مش قادر يعبر عن حبه. حبه ده سواء كان للإنسان اللي هو مرتبط بيه أو للزوج أو للأم أو للأب أو للصديق والصديقة. عايزاكم النهاردة تفعلوا طاقة الحب دي جواكم كمان عشان استقبال شهر رمضان ومن غير شهر رمضان. خلي طاقة شهر رمضان دي تعم بقية شهور السنة. فعلوا طاقة الحب. لو بتحب حد روح قوله أنا بحبك. الدنيا زي ما احنا بنقول على جناح بعوضة، ما تستاهلش أبداً أبداً لا معفرة ولا ظلم ولا افتراء ولا خطط، هي أكثر ما يمكن. كسر موت الغفلة، إحنا أمة محمد أكثر الأعمار أكثرها. طب الموت الغفلة كسر والمحن بتشتد وتصعب أكتر وأكتر، طب إحنا جايين الدنيا ليه؟ كل واحد فينا جاي برسالة للدنيا صح؟ كلكم عارفين دي. انت النهاردة مش مخلوق عبث، ربنا مش سايبك فيها عبث، ربنا سايبك فيها علشان تنتج، علشان رسالتك يبقى ليها بصمة بعد مماتك. طبيب الغلابة لما مات ما كانش حد يعرفه في حياته، لكن تم زفافه بعد مماته في قلوب كل عباد الله. إذا أحب الله عبدا أحبب فيه خلقه، ونادى ملائكته في الملأ الأعلى إني أحببت فلان فأحبوه، فينادوا في أهل الأرض إن الله عز وجل أحب فلان فأحبوه، فيوضع محبته في قلوب عباده. ده حد عايز ربنا مش عايز العبد. ده حد طبقوا المنطق ده أو طبقوا القاعدة دي على كل تعاملاتكم في الدنيا. لما بتحبي حد أو بتحبي جوزك أو بتحبي أمك أو بتحبي أبوك، أياً كان الشخص الموجه له طاقة الحب، حبيها في الله، احتسبيه في الله، أحببتك في الله، بعملك في الله. كل حاجة أنا بعملها بعملها ابتغاء مرضات الله، مش عشان مستنية إن ده يقول لي كلمة كويسة أو يعاملني أو يديني. ما تستنوش العطاء من البشر. العاطي الوهاب
اسم الله الوهاب إنه بيوهب الإنسان بلا حول منه ولا قوة. في فرق بين اسم الله الوهاب وفي فرق بين اسمه الرزاق. الرزاق يرزقك بأسباب كونية هو اللي هيئها ليك، أما الوهاب يهبك من متاع الدنيا أو يهبك من عطاياه من غير حول منك ولا قوة. يعني أنت ممكن تكون ما تستحقش العطية أو الهبة الربانية دي، بس هو عايز يديها لك عشان يرقق قلبك، عشان يخليك ترجع له، عشان ربنا سبحانه وتعالى أحن على الإنسان من أمه وأبوه. الأم يوم القيامة هتدوس على أولادها، والكل حتى الحامل هتضع مولودها وهتنسى، والكل هيبقى فيه هرولة وسرعة نفسي نفسي. حتى الأنبياء كله هيقول يا رب سلم نفسي نفسي، ما عدا سيد الخلق حبيب الله اللي زرع في قلوبنا المحبة ليه من غير ما نشوفه، هيقول أمتي أمتي. يا ريت كلنا نأخذ من سيدنا محمد قدوة لينا. يا جماعة أنا والله العظيم قسما بالله أنا عمري ما بطلع في البرنامج وبقول كلمة عشان أطلع أنظر بيها أو أقول كلمتين أنتوا بتتوقعوا أن أنا حافظها، بالعكس قسما بالله أنا النهاردة طلعة من غير ما أكون مستعدة أن أنا أطلع أصلا، بس كان عندي يقين أن أنا لازم أطلع أقول الكلمتين دول النهاردة. خيركم من ذكركم وبذكر نفسي قبليكم. كلنا لازم بجد نعيد هيكلة داخلية لينا كل فترة وكل وقت. ما تخلوش الدنيا تسرقكوا متاع، فلوس، درجات علمية، أنا عايز أخد بوزيشن أعلى، أنا عايز أوصل، أنا عايز أتحدى فلان عشان أبقى أحسن منه عشان أعلم عليه. طب وليه؟ وليه ده كله؟ ربك خلق كل إنسان في مكانه، وما تنساش أن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك أقدار بتبقى في طريقك فجأة عشان تتدبر فيها وتتمعن، ويمكن الأقدار دي بتيجي بوقت بسيط. يعني لو أحسنت التعامل مع قدرك هيستمر وهيبقى فيه نتاج وثمار طيبة تعم عليك قبل ما تعم على الشخص اللي جاي لك جند من جنود الله. يعني أحسنوا التعامل مع أقداركم. أقدارنا بتيجي فجأة بالفعل، بس ما فيش حاجة صدفة. لو ربنا وهبك حد، الحد ده هيبقى إضافة في حياتك، افهمه صح واستغله صح وما تضيعوش من ايدك. اللي بيضيع ما بيرجعش يا جماعه، والعمر فعلا اليوم اللي بيعدي زي ما قال ابو العتاهيه يذكرني الهلال بنقص عمري وافرحه كلما طلع الهلال. تدبروا يا جماعه في اقداركم، ما تخلوش اعماركم تعدي كده من غير ما تسيب بصمه في كشكولك عند الله. يا رب كل اوقاتكم تبقى سعيده وتبقى مليانه خير. حضروا رمضان، حضروا رمضان بقلوب صافية، بقلوب هي بس مقصدها وجه الله. وإن شاء الله بإذن الله يبقى لينا لقاء تاني بإذن الله خلال شهر رمضان بشكل جديد مع أحبة الرحمن. كل سنة وانتم طيبين يا رب العالمين. سلام عليكم.